مساء الخير على حضراتكم. احنا النهاردة صباح يوم 1 أغسطس 2024، أمس وأول أمس 30 و 31 يوليو شهد تطورات درامية تمثلت طبعا في إقدام إسرائيل على اغتيال فؤاد شكر، الشخصية العسكرية الكبيرة في حزب الله في بيروت، واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في قلب طهران. هذه التطورات لها جوانب كثيرة سوف نتناولها. لماذا أقدمت إسرائيل على ذلك؟ ما هو ردود الأفعال المتوقعة في الأيام المقبلة؟ لكن حلقتنا النهاردة مختلفة شوية، زاوية مختلفة، وهي التعرف على حرب الجواسيس بين طهران وتل أبيب، انطلاقا من أنه العمليتين وخصوصا عملية اغتيال السيد إسماعيل هنية يبدو أنها بوضوح نتيجة اختراق أمني كبير من جانب إسرائيل لطهران. طهران بتعترف والمسؤولين بيعترفوا أنهم يعانون من حجم كبير جدا من الانكشاف والاختراق من جانب الموساد ومخابرات غربية. لماذا كم هذا الاختراق؟ أسبابه، عواملة، تاريخه؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي بنستضيف فيه صديقنا الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. مساء الخير يا معالي الدكتور. مساء النور يا فندم. ظاهرة غريبة، يعني إيران دولة عندها إمكانيات جيدة، قدرت تخلق حالة من الردع مع الولايات المتحدة مع إسرائيل، قدرت تطور أسلحة متطورة، عندها قدرات دبلوماسية وسياسية، ولكنها مخترقة ومنكشفة أمنيا واستخباراتيا بشكل عجيب غريب. نعم. ولا هذا يعني هذه الفرضية غير دقيقة؟ لا بالعكس، دي في منتهى الدقة. أنا بتفق جدا مع حضرتك في هذا الطرح، وهو ليه أسباب. أول شيء سبب تاريخي بسيط جدا، العقلية الإيرانية بتعاني من عقدة حتى في الأدبيات السياسية الإيرانية، عقدة لعنة الجغرافيا، إن إيران دولة أو الهضبة الفارسية الأساسية هضبة ليس لها موانع جغرافية، مكشوفة من كل الجهات، مفيش بحار مفيش جبال، فبالتالي من كل الجهات يسهل بسهولة جدا اختراقها أو احتلالها. حتى يعني المغول احتلوا إيران واكتسحوها بسهولة شديدة. لما تتكلم من ناحية الشرق بقى والشمال، من كل النواحي. لا يعني عشان كده انا عارف حاجة في ذهنك، عشان كده بدأت هذه الهضبة الفارسية تتوسع وتضم يعني اقاليم اخرى لها موانع جغرافية. مثلا الاقليم العربي الاحوازي والمنطقة الغربية بالكامل عندها جبال زاجروس، مانع ضخم جدا يمنع ايران عن الجانب الغربي. في الجانب الاخر احتلت او سيطرت على سيستان بلوشستان من 100 سنه تقريبا، اللي هو الجانب الجنوبي. طبعا ده موانع يعني جبليه صعبه جدا على الحدود الافغانيه الباكستانيه الايرانيه. في الشمال سيطرت على اقليم تركمانستان، ووسعت اقليم اذربيجان، ووسعت اقليم خراسان، وبقى اقليم خراسان ده اقليم ضخم جدا، 3 محافظات. فده حصل على مدى قرون طويله. هدي حضرتك مثال، العاصمة السياسية لإيران كانت في شيراز وأصفهان، معروفة تاريخيا، لكن حصل إن لقوا إن هذه العواصم منكشفة جغرافيا، عملوا إيه؟ نقلوا العاصمة لطهران. طهران بتحيط بها جبال البرز، فطهران واقعة أسفل منحدرات جبلية أسفل فده كان في ذهن القاجاريين اللي نقلوا العاصمة إن ده كانوا حكام الأسرة القاجارية اللي حكمت إيران، يعني تاريخيا إن ده هيبقى طهران دي هتبقى منيعة عشان يصعب جدا احتلالها، تبقى لها بيسموها إيه، لها أعماق استراتيجية. يعني لو هزمت في دائرة إدارة استراتيجية تنسحب لدائرة أخرى وما إلى ذلك. فالعقلية الإيرانية تاريخيا عندها مسألة عقدة لعنة الجغرافيا منكشفة من كل الجهات، لكن لما حاولوا يتخلصوا من هذه العقدة ويوسعوا وضموا أقاليم أخرى وأقليات وعرقيات أخرى، ده زود المشكلة. وأنا هقول لحضرتك أسبابي الشخصية لهذا الانكشاف الاستراتيجي والاستخباراتي، مع طبعا ذكر أسماء وذكر حوادث كتير جدا. يعني انت في الاول بتقول انها كانت منكشفه عسكريا تاريخيا، يعني لان مفيش موانع طبيعيه، حبت تتغلب على هذه المشكله الجغرافيه بانها زي روسيا كده ابتدت تضم اراضي الى ان تصل الى موانع طبيعيه تحميها من الغزوات المحتمله.
تمام. وهي بتعمل كده ضمت اقليات وشعوب كثيره. الله مش كده برضو؟ الله يفتح على حضرتك. تمام. هذه عشان تروح توصل لبحر قزوين، عشان توصل لتحت للمحيط، عشان تروح للخليج العربي، عشان توصل لسيستان بلوشستان، كل عشان توصل لهذه الامور اضطرت تضم هذه الاراضي اللي بيسكن عليها عرقيات واقليات لا علاقه لهم بالهضبه الفارسيه. يعني السيستانيين والبلوشستانيين دول اصلا يميلون لباكستان اساسا، وكان كان لهم مملكه خاصه بيهم. التركمان في الشمال دول تركمان تبع تركمانستان، حتى شكلهم بيض كده، اللي هي محافظه بقى جيلان وجيلان ومازندران وهذه الاماكن. في طبعا اقليم الكردي حدث ولا حرج، الاقليم العربي الاحوازي حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في خوزستان وما حولها وبوشهر وما حولها. فعشان توصل لجبال زاجروس، عشان توصل للخليج، عشان توصل لبحر قزوين، اضطرت ان هي تسيطر على قوميات لا علاقه لهم بالثقافه الفارسيه وبالقوميه الفارسيه. طبعا لان الثقافه الفارسيه والامه الفارسيه او العرق الفارسي دايما له سطوه وكاسح، فاحتل هذه الشعوب ثقافيا وجغرافيا وسياسيا، وفرض آراءه الثقافية عبر القرون الطويلة على هذه الشعوب. فأصبح هناك شكل من أشكال، وأنا آسف أن أنا بقول كده، شكل من أشكال النقمة من هذه الشعوب على هذه الدولة. فبالتالي أصبح من السهل على أي طرف خارجي أنه يجند مثلا من القومية الكردية، من القومية العربية، من الأزاريين وكلام من هذا بسهولة شديدة. وبالمناسبة إيران ساعدت بشكل أو بآخر على في عهد الشاه بالذات، اللي هو من 1925 الأب لغاية 1941. أنا بتكلم الأسرتين، الأسرتين من 25 ل 1979. الشاه الأب والابن كانوا في منتهى الفساد، كانوا لم يولوا أي أهمية بالتطوير وما إلى ذلك وبالتحديث وبالتنمية في الأقاليم إلا الأقاليم الفارسية فقط. يعني يعني طهران، أصفهان، شيراز، يعني الهضبة الفارسية. فحصل إن على مدى عقود طويلة من 25 بقى، لما بدأوا يحتلوا الأحواز ويحتلوا سيستان وما إلى ذلك، بدأت مفيش تنمية بتاتا. فالناس دي عايشين في فقر مضجع جدا جدا. لما جت الثورة الإيرانية بدأت نوعا ما تهتم بهؤلاء الناس وتنمي وما إلى ذلك، لكن طبعا كانت إيران بقى وقعت تحت نير العقوبات وما إلى ذلك. فأصبح من السهل جدا على أي جهاز مخابرات إن هو يعني يجند عملاء، يذهب طبعا عن طريق الحدود المفتوحة والوعرة جدا جدا، ويعني يتغلغل بعض الجماعات أو العناصر وتجند الناس. هذا سهل جدا. اللي فاقم من هذه العملية من وجهة نظري الشخصية العقوبات الأمريكية العنيفة جدا على إيران. عقوبات أمريكية كبلت هذا الاقتصاد تكبيل شديد جدا، فجعلت الناس في فاقة شديدة. ومن المنطقي أننا عندما أكون في فاقة في بعض ضعاف النفوذ طبعا. وهدي حضرتك مثال مثلا، وده يعني شخص ليس عادي، ده رجل تقلد منصب نائب وزير الدفاع في إيران، علي رضا أكبري. علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع في إيران، ويعني ده رجل كان مسؤول كبير جدا وتقلد السلطة كثيرا، وكان موجود في عهد، يعني كان هو نائب وزير الدفاع في عهد علي شمخاني. وعلي شمخاني ده العربي الوحيد على حد علمي أو على حد معرفتي بإيران اللي أصبح قيادي في الدولة الإيرانية. هو من قبيلة الشميخات في الأحواز، كان وزير الدفاع في ذلك الوقت في عهد محمد خاتمي. علي رضا أكبري كان نائب وزير الدفاع وكان شخصية كبيرة جدا. في بعض التقارير بتقول تحليليا ان احد اسباب عزل او طلب من علي شمخاني ان هو يستقيل بعد كده، طبعا كان هو امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، صلته بهذه القضية عندما اعلن ان هذا الرجل سوف اصبح جاسوسا لبريطانيا وكلام من هذا القبيل، وطبعا اعدم بعد ذلك في 2023. فبما انه ما قدرش يسيطر على مرؤوسيه ويكتشفهم فعاقبوه بالإخلاء. لا، كمان اسمه جه في التحقيقات لان هو ما كانش يقدر يصل الى كم من المعلومات بعد ان ترك السلطه الا بان هو عنده علاقات وكلام من هذا القبيل مع شخصيات ما يزال في قلب السلطه، منهم علي شمخاني. فبالتالي فطالت الاتهامات علي شمخاني نفسه بالتأكيد. فطلب منه بعد كده طبعا بشكل ناعم وهادئ جدا ان هو يعني يتنحى عن منصبه، وطبعا هو استقال من منصبه حتى لا يقال، وطبعا تبقى يعني أزمة في الأصوات السياسية، لأن هذا الرجل
كان رجل رفيع المستوى في حتى لو قال ان وزير الدفاع يعني has been compromised او تم تجنيده يعني. مظبوط كويس. فبالتالي هذه كل هذه العوامل ادت الى يعني ان تكون ايران دوله مستباحه على مستوى الاستخباراتي. انت قلت ثلاث اسباب، هل تسمح لي الخصهم وصححني لو انا اخطات؟ انت قلت يعني خلفيه تاريخيه هائله جدا، انا مش عاوز يعني اعيد تكرارها، بس هو تاريخيا توسعت الدوله الفارسيه لتؤمن حدودها لان ما كانش عندها موانع طبيعيه، فتوسعت بحثا عن موانع طبيعية، ده تاريخيا، فضمت بذلك أثناء توسعها قوميات وعرقيات كثيرة متنافرة. أضف إلى ذلك أنه في التاريخ الحديث على الأقل أسرة الشاه لم تهتم كثيرا بالأطراف وهذه الأقليات، واهتمت كانت أسرة فاسدة حتى النخاع لا سيما. ودي نقطة لازم أقولها لحضرتك وللسادة الأصدقاء، ان حصل طفره في ايران سنه 74، حصل حاجه اسمها ذروه النفط. بعد حرب اكتوبر النفط طبعا زاد جدا جدا، اسعاره العالميه قفزت عده اضعاف. بعد حرب اكتوبر فبدا من يناير 74 بدا الشاه يكون ثروات هائله من عوائد النفط، حتى ان التايم الامريكيه كتبت حطت صورته على الغلاف وكتبت امبراطور النفط. فعمل ايه بهذه الثروات الهائله؟ انفقها على ملذاته الشخصيه، وكان طبعا هذا كلام متواتر في في الكتب، كان بيشتري سيارات رولز رويس من الذهب الخالص، بيبعت يجيبها مخصوص. كان عنده علاقات غراميه مثلا بواحده زي برجيت باردوف وبيسافر لها مخصوص. كان شخص غير سوي على مستوى اتخاذ القرار وانفاق هذه الثروه على الأمة الإيرانية. لما جت الثورة الإيرانية حاولت نوعا ما تصلح هذا الفساد اللي ما كانش ينفع يتصلح إلا في عشرات السنوات، فبدأت تدريجيا تعمل ده، لكن مع العقوبات ومع المواقف السياسية ومع عهد ترامب الأمور تفاقمت جدا، وربما من وجهة نظر الشخصية تكون خرجت عن السيطرة. ليه؟ لأن في شخصيات لا يمكن تخيل أن هم يتخابروا مع دول، حصل هذا التخابر. الأكيد إذا شفنا مثلا عملية الوعد الصادق اللي أنا كنت أنا وحضرتك اللي هي في 13 إبريل لما حصل هجوم من إيران على إسرائيل، تصدت أمريكا وبريطانيا وفرنسا صراحة وعلنا لإسقاط هذه المسيرات. طبعا ده على المستوى العلني الرسمي العسكري، فما بالك على مستوى التعاون الاستخباراتي؟ أكيد إسرائيل التعاون على أعلى مستوى دون أن أسقط. طبعا طبعا. فبالتالي أي عميل تجنده الـ MI6 المخابرات الأمريكية CIA أكيد كل هذه الملفات هي في أيدي إسرائيل مؤكد. وبالتالي إسرائيل نجحت في تكوين يعني قواعد بيانات ضخمة للغاية عن شخصيات في منتهى الأهمية في الدولة الإيرانية. هدي حضرتك مثال، مثلا ممكن الأصدقاء يندهشوا، واحدة زي زهرة لاريجاني ابنة صادق أموري لاريجاني. الراجل ده منصبه ايه؟ منصبه رئيس السلطة القضائية، ثم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، ثم عضوا في مجلس صيانة الدستور، وعمها مين مباشرة؟ عمها علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني. فدي زهرة دي شخصية لا يمكن تخيل انها ممكن تتخابر مع دولة زي بريطانيا. شخصيات كانوا موجودين في الايه فريق التفاوض اللي ذهب يتفاوض مع الغرب لاقرار الاتفاق النووي او خطه العمل الشامله المشتركه زي ما بنقول، اللي هي سبقت 2015 من 2012 ل 2015. وشخصيات يعني شخصيات اقتصاديه، يعني في واحد مثلا كان ممثل البنك المركزي الايراني في فريق التفاوض حوكم بتهمه التخابر مع اسرائيل. فبالتالي يعني حاجات ملفتة للنظر جدا. تقريبا لا يوجد أسبوع يمر دون أن تكشف إيران أو وزارة الاستخبارات الإيرانية عن يعني شبكة تجسس وما إلى ذلك. النقطة بقى المهمة جدا وأنا نسيت أقولها لحضرتك، ودي أنا بشكر حضرتك عشان أنت بتحلي فرصة أن أنا أقول كل المعلومات اللي في ذهني. لما نجحت الثورة الإيرانية كان في جهاز سيء السمعة شديد الفساد اسمه السافاك. السافاك ده جهاز الاستخبارات في ايران، وليه اختصار ايام حكم الشاه وكان يعني انشئ بمساعده امريكيه اسرائيليه. فعملوا ايه؟ راحوا عزلوا هذا الجهاز وصرحوا الخميني وصرح القاده والضباط. استاذ هيكل في كتابه مدافع ايه الله، انا بقرا هذا الكتاب يعني كذا مره وبرجع له كتير، وحضرتك بتشحذ ذاكرتي. قال ايه؟ قال الخميني وجد نفسه فجأة دولة بيقود دولة بلا ذاكرة،
دولة ما عندهاش ذاكرة، فبدأ يستدعي مرة أخرى بعض الضباط مع علمه بأنهم بأنهم فاسدين، عشان يحاول يفهم الملفات الكردية وملف العراق وسوريا وما إلى ذلك. فلجأت الدولة الإيرانية إلى إنشاء عدة أجهزة استخبارات أخرى، منها مثلا جهاز استعيض عنه بالجهاز السافاك ده، اسمه جهاز السافاما. سافاما؟ سافاما. كويس، ده طبعا ده في بداية الثمانينيات. لكن وجدوا هناك تضارب ما بين هذه الأجهزة وضعف في هذه الأجهزة. طبعا الضباط اللي أعيدوا مرة أخرى على ولاء للشاه، طبعا الشاه كان بيغدق عليهم أموال بلا طائل، فبالتالي ليسوا على ولاء لنظام الثورة الإسلامية الإيرانية. هم أصلا كان شغلانتهم أنهم يلاحقوه. الله يفتح على حضرتك. الله يفتح على حضرتك. فوجدوا أن هذه الأجهزة طبعا متناقضة متضاربة ضعيفة المستوى، فلجأوا في سنة 83 إلى توحيد كل هذه الأجهزة تحت وزارة سموها وزارة الاطلاعات أو استخبارات، يعني أو المعلومات أو الاستخبارات. لكن من الطرافة في الشؤون الإيرانية ومن الغرابة ومن الفرادة أيضا، وهم حتى بيفخروا بده. الإيرانيين لما تكلم مع مسؤول إيراني وأنا بتكلم معهم باستمرار يفخر بده، يقول لك أنا وزير الإطلاعات بتاعي، وزير المخابرات، الوزير الوحيد في المنطقة الذي يخضع للاستجواب في البرلمان، لأن هو وزير من وزراء الحكومة اللي بتشكل عن طريق رئيس الجمهورية. فدي أربع أسباب حضرتك لخصتها. أول حاجة الاكتشاف الجغرافي، اتنين التذبذب فيما يتعلق بإنشاء أجهزة الاستخبارات، فساد الشاه وضم شعوب أخرى على مدى يعني عقود طويلة، هذه الشعوب ليست لها ولاء كامل للدولة المركزية في طهران، أربعة الأزمات الاقتصادية بفعل بقى السياسات الإيرانية والعقوبات والعزلة الإيرانية عن المجتمع الدولي نوعا ما. كل هذه الأمور سهلت لأجهزة الاستخبارات إن هي تقدر تجنب بسهولة شخصيات، تقدر بسهولة تقوم بما تشاء في هذه الأراضي الإيرانية المترامية الأطراف. عظيم جدا. طيب إحنا إذا أنه كل المقدمات دي بتقول أنه المجتمع الإيراني منكشف على دول خارجية تستطيع أن تجند ما تشاء إلى حد كبير، واضح أن كان في السنوات الأخيرة عندنا أمثلة كثيرة، يعني واضح أنه هم مخترقين، هل تحب تسلط الضوء على بعض الشخصيات اللي تم تجنيدها من جانب إسرائيل؟ طيب. أو أمريكا أو بريطانيا. نبدأ بالأهم ثم الأقل أهمية. أهم شخصية هي زي ما قلنا قبل كده نائب وزير الدفاع علي رضا أكبري. ده شخص كان لديه إمكانيات واتصالات إن هو يصل إلى قدر كبير جدا من المعلومات. وهو اتهم، ودي نقطة في منتهى الأهمية يا أستاذ السيد، اتهم بإفشاء أسرار تتعلق باغتيال نائب وزير الدفاع أيضا وأبو البرنامج النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زاد. اللي هو قتل في سنة 2020، وقيل أنه هو في هذه التحقيقات اللي نشرت وإيران نشرتها في كل الصحف الفارسية وقتها، أنه هو أفشى معلومات إلى الأجهزة الدولية وطبعا المخابرات البريطانية بالتحديد بأسرار عن تحركات محسن فخري زاد، وإسرائيل هي التي طبعا قتلت محسن فخري زاد. عشان كده أنا لما قلت لحضرتك أن في تعاون ما بين الأجهزة، هذا شيء لا غبار فيه أو غبار عليه. بريطانيا وقت التحقيقات بعد ما تم إلقاء القبض على علي رضا أكبري منحت الجنسية البريطانية لعلي رضا أكبري حتى تضغط على إيران بالإفراج عنه، وطبعا إيران لم تفرج عنه. عشان كده ساعتها رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت كان اسمه ريتشي سوناك، أدان جدا هذه العملية وقال لا طبعا ده عمل غير أخلاقي وده راجل مظلوم وكلام من هذا القبيل، رغم أن إيران أذاعت على وسائل الإعلام بالكامل تسجيلات صوت وصورة لاعترافاته التفصيلية، عمل إيه وإزاي تعاون مع رجال المخابرات وكان بينهم في الإمارات وبينهم في أماكن أخرى ويتلقى منهم أموال، وطبعا في أوروبا وسافر بريطانيا وأقام مدة في دول مختلفة. ده كان شخص كان بمثابة صدمة للدولة الإيرانية. يعني أذكر الناس أن علي رضا أكبري اللي هو اتهم بالتجسس كان نائب وزير دفاع، وشى بالدكتور أو يعني الجنرال محسن فخري زادة أبو البرنامج النووي الذي كان أيضا برتبة نائب وزير دفاع. الله يفتح على حضرتك. وبالتالي نجحت إسرائيل بمعلومات هذا الرجل في أن هي تصطاد محسن فخري زادة في الواقعة الشهيرة اللي الناس روجت لها لأسباب يعني لا تخفى على أحد، محاولة تمجيد إسرائيل وطبعا خصوم إيران يظهروا أن هي اللافت في الموضوع ده إيه حضرتك؟ أن إيران
قالت ان هذا الرجل هو عميل للمخابرات البريطانيه اللي هو علي رضا اكبري. طيب اتهمت مين بقتل محسن فخري زاده او اغتياله؟ اسرائيل. طيب. لا ما طبعا شفت طبعا. بقى يبقى كده لما انا قلت في البدايه ان كان في تعاون مؤكد تحليليا كل الشواهد تقول ان في تعاون على مستويات عاليه جدا ما بين اجهزه المخابرات الاوروبيه والغربيه واسرائيل، في شواهد تحليليه بتدل على ذا على ده من وجهه نظري، وهي اللي قلتها مع حضرتك. هو رئيس يعني احدث مذكرات لرئيس موساد نشرت وكان وزير خارجيه اسمه ذهب من يعني غايب عن ذهني، بس انا نشرتها وهكتبها على الشاشه. لما هو كتب في مذكراته يعني تولى السي اي اي وبعد كده وزاره الخارجيه ايام ترامب، هو حتى بيقول انه في الواقعه الشهيره اللي تفخرت بها اسرائيل من سرقه الارشيف النووي الايراني اظن في 2018، قال انه يعني اجرى معايا مكالمه ووعدته بالمساعده التامه في المساله. فحتى ده هو مسجلها انه المخابرات ان اسرائيل لم تستطع سرقه الارشيف البريطاني الايراني النووي الا بتعاون كام مع المخابرات الامريكيه وعملائها. مظبوط. السبب الخامس والاخير عشان نقفل الموضوع ده خالص متعلق بالاسباب، ان على مستوى الرسمي وعلى مستوى الشعبي بتتهم الاقليه الدينيه اليهوديه بانها فيها جواسيس مجندين لايران. وانا قلت لحضرتك واثبتنا ان اول ما جت الثوره الايرانيه في عهد الخميني اعتقلوا واعدموا رئيس الجمعيه او الاتحاد اليهودي في طهران، كان اسمه حبيب الله قاليان حاجه كده، الاسم مش حاضر في ذهني جدا يعني. ثم الراي العام بقى على تويتر وعلى تليجرام، هناك الاف عشرات الاف التدوينات لكل ما يحصل عمليه من هذا القبيل توجه اصابع اتهام الى ربما يكون بعض اليهود اللي موجودين على ولاء للدوله الاسرائيليه. وانا بس اذكر حضراتكم اصل انا سجلت مع الدكتور محمد حلقه عن اليهود اللي موجودين في ايران ولم تذع بعد، فان شاء الله سوف نذيعها. انما هو بيضيف ان احد الاسباب دلوقتي وهتعرفوها بالتفصيل لما نذيع حلقه الجاليه او الاقليه اليهوديه اللي موجوده في ايران، انه احد اسباب يبدو يعني السهولة لتجنيد عملاء لإسرائيل والغيرهم هو وجود جالية يهودية. طبعا ده مجرد اتهام، لأن أنا مثلا كشخص أنا كسيد طريقة تفكيري أنا لو أنا أقلية موجودة في بلد أقلية يهودية دايما متهم، هكون بأقصى درجات الالتزام خوفا من ملاحقتي، لكن ما يمنعش أنه ممكن يكون طيب. هناك من يتم تجنيده يعني. لكن ده أعدموه بالفعل، أعدموه واحد يهودي، أعدموه الكبير بتاعهم، أعدموه رئيس ده قبل أنا بتكلم أول من الخميني جه. مظبوط. اتهم في بيانات حتى رسمية وفي خطابات أن اليهود هؤلاء اللي موجودين في إيران دول جواسيس لإسرائيل، وقبضوا على الرجل الكبير بتاعهم اللي هو رئيس الأنجماني كليمياني دير طهران اللي هو رئيس الجمعية اليهودية في طهران، وأعدموه بالفعل. ما أنا مش معترض، بس أنا بتكلم إن الأقلية الموجودة الآن في منذ عدة سنوات. أنا بعت لحضرتك قبل كده لينك عن سيدة إسرائيلية من أصول إيرانية كتبت كتاب عن الاتهامات التي وجهت لليهود، وقبضوا على أسرة كاملة في مرة من عدة سنوات، وطبعا بعد ضغوط ومن النواب بتوعهم وما الى ذلك تم الافراج عنهم، لكن قبضوا واتهموا رسميا على مستوى الدوله اسره بالكامل فيها 9 افراد قبضوا عليهم بالكامل. الاسره كلها تم تجنيدها. ان هم عملاء وان هم بيساعدوا الموساد الاسرائيلي، هذا رسميا ونشر في وسائل الاعلام. فده من الاسباب احنا بس حابين نحيط للساده الاصدقاء بكل الامور الموجوده. طبعا التي طبعا هي فيها شواهد وفيها ادله وفيها براهين بنتكلم فيها. هل تحب تضيف أي حالات تانية قبل أن ننتقل إلى الجانب الآخر؟ لا، الحالات كتير، الحالات أكثر من أن تحصى. حالات اختراق إيران من جانب إسرائيل والغرب؟ طبعا كتير، ممكن ناخد 4 ساعات نتكلم في أسماء. نشوف حضرتك أنا معلم على أسماء قد إيه وورق قد إيه مطبوع. يعني زهرة ابنة لاريجاني ليها قصة طريفة جدا. أنا بس عايز أجيب لحضرتك الراجل اللي هو كان عضو في مجلس عضو فريق التفاوض النووي، ده كان شخصية مهمة جدا. ده كان غريب بالنسبة لي حتى وانا بتابع الشؤون الإيرانية في 2018 لما اعلنوا ان هم يعني قبضوا عليه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. زهرة أمولي لارجاني بنت صادق أمولي لارجاني، دي شخصية من أسرة غنية، شخصية من أسرة عريقة جدا، اللي اضطرها ان هي تفشي أسرار تتعلق بالبرنامج النووي وبالاتفاق النووي
الى بريطانيا، لدرجه ان هم وقتها حتى في التقرير اللي طلعت عليه في ذلك الوقت على حد ذاكرتي، ايران كلفت او المرشد الاعلى الايراني كلف رئيس دائره الاستخبارات في الحرس الثوري ايه الله او حجه الاسلام والمسلمين حسين طائب. وحسين طائب عزل بعد كده من منصبه لاسباب غير معروفه فجاه بعد ان هو نجح في ان هو بعمليه معقده يلقي القبض على هذه السيده ويعيدها الى طهران من دوله عربيه خليجيه، ويعيدها الى طهران ويتم محاكمتها، وحدث لغز ما من خلاله فجاه منعت وسائل الاعلام الايرانيه، او منع او انا ما طلعتش او مش قادر اطلع، فجاه ما حدش عارف ايه اللي حصل معاها. مع زهرة للرجال، لدرجة ان هم في احد التقارير اللي طلعت عليها هددوا بان هم هيغلقوا تليجرام في ايران، اللي هو طبعا تليجرام ده في ايران اللي هو زي الفيسبوك عندنا في مصر، اللي هو الاعلى حاجة في الاستخدام. هددوا ان هم بيغلقوه لان هم بيتداول عليه دلائل واخبار عن تخابر زهرة صادق اموية للرجال. وقع في منتهى الغرابة. طب هو ليه عاوزين يحجبوها؟ طب ما هي خلاص اذيعت وهي مش رسميا ادينت؟ ادينت رسميا ونشر في وسائل الاعلام بالكامل، وكان قصه طويله. وبقول لك كلفه حسين طائب ان هو يعني يذهب الى الدوله دي هذه ويعني يستخدمها في طائره خاصه. قصه كده تشبه قصه صعود الهوايه بتاعتنا في مصر. الراجل بقى اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه، وده شخص برضه في منتهى الغرابه، الراجل اسمه عبد الرسول دري اصفهاني. ده راجل يعني ده رجل اعمال، اشتغل كان ممثل البنك المركزي الايراني في مفاوضات الاتفاق النووي، يعني حصل على شاره الخدمه من الدرجه الثالثه من رئيس الجمهوريه عندما كان وقتها اللي هو حسن روحاني. وشخص المفروض ان هو شخص يعني ثري، شخص يعني يصعب جدا تجنيده، لكن ايران حكمته بتهمه التخابر مع الاجهزه الدوليه وكلام من هذا القبيل. في شخصية أنا تابعتها، كنت لسه بادئ في الشؤون الإيرانية، بادئ يعني باحث صغير سنة 2009، تابعتها يعني بمنتهى الشغف في ذلك الوقت، اللي كان شخصية في منتهى الأهمية. شخص أو عالم اسمه شهرام عميري أو شهرام أميري، لأن العين بتنطق في اللغة الفارسية ألف. شهرام عميري كان عالم صواريخ وعالم نووي وكلام من هذا القبيل. قيل ان هو اتهم ظلما في الغرب بان هو يعني شخصيه بتقود اعمال استخبارات ضد اسرائيل، ضد ايرانيه، ضد اسرائيل. ثم فجاه استقبلوه في مطار طهران، نجحوا في ان هم يجيبوا مطار طهران، استقبلوه بالورود. انا فاكر المشهد ده زي امبارح بالظبط، وحتى جابوا اهله وزوجته وقعدوهم في مطار طهران وبباقات الورود وكلام من هذا القبيل. بعدها بايام أعلن في الصحافة الإيرانية أن هذا الرجل هو عميل للمخابرات الأمريكية وأن هو سوف يتم محاكمته، وتم إعدامه بالفعل. يعني هم استدرجوه. كويس. فالحكايات اللي من هذا القبيل المتعلقة بالاستخبارات في إيران حكايات في منتهى الإثارة، حكايات بوليسية ودرامية في منتهى الإثارة. لذلك اللي تابع إيران كويس هو شهرام أميري، اللي تابع إيران كويس هيعرف ان ده شيء عادي جدا. كل اسبوع لازم تلاقي عملية زي كده، لازم تلاقي اغتيال لشخص، لازم تلاقي قبض على عميل. في المقابل بقى، هل ايران قدرت ان هي في اطار هذه الحرب المعلنة عليها، يعني هي عندها جالية ضخمة جدا، مش جالية يعني، هي عندها اسرائيليين من اصل ايراني بمئات الالاف. مئات الالاف اللي موجودين يحملوا جواز السفر الاسرائيلي اصلهم ايراني. مظبوط. هل هي قدرت تستغل هذا الصلة القوية جدا، أو حتى بعيدا عن الإسرائيليين من أصل إيراني، هل هي قدرت تعمل اختراقات في إسرائيل، في الولايات المتحدة، في الغرب؟ ده سؤال جميل جدا من حضرتك. أول شيء، الجالية اللي بيسموها في إسرائيل يهود فارس، دول عددهم تقريبا بين 350 و 400 ألف على الأقل داخل إسرائيل. داخل إسرائيل، وبينسب ليهم الفضل في ان هم دفعوا عن ايران كثيرا، وان هم حتى تسببوا مثلا في اقناع اسرائيل بشراء السلاح من ببيع السلاح لايران وقت الحرب العراقيه الايرانيه. لهم قصه طويله عريضه، ومنهم شخصيات وصلت لرئاسه الدوله حتى. كتساف حاجه اظن، اسمه ايه، موشي كتساف، وبعد كده مش هقول مفاز وريتا، هو كان رئيس رئيس الاركان او وزير الدفاع كمان. وريتا دي مغنيه مش كده، المطربه الاشهر في اسرائيل، وهي طبعا هي ايرانيه فارسيه. الى جانب بقى عشرات الاكاديميين والكتاب والصحفيين
واليهود الفرس يهود مثقفين اللي هم عايشين في اسرائيل اللي هم الصهاينه يعني. فجاه اعلن في الاعلام ان اي اعلام؟ الاعلام الدولي كل الاعلام اسرائيلي وايراني وكله يعني، ان وزير الطاقه الاسرائيلي جونين سيجيف هو متهم بالتخابر لايران، وان ايران تمكنت من تجنيد هذا الرجل، وان هذا الرجل اعترف بالفعل في اعترافات مصوره ومكتوبه بان هو تخابر مع ايران وتقاضى منها اموال نظير افشاء اسرار الدوله لايران. وقال كده حتى المحامي بتاعه حتى نشر تقرير في بي بي سي انا اطلعت عليه وقتها في ذلك الوقت يعني، كان في 2019 و2018، ان هو هيعمل صفقه مع المحكمه ان هو يقول كل شيء نظير ان هو لا يقاضى بتهمه الخيانه العظمى وبالتالي يعدم، لان في وقت الحرب تبقى خيانه عظمى ويعدم، في وقت السلم ممكن يعني يحبس وكلام من هذا القبيل. فجونين سغيف عمليه تجنيده هو وزير في الحكومه يعني، مش بقى نائب وزير ولا لا، ده وزير مشهور، كان عمليه في منتهى التعقيد وليها اسباب اقول لحضرتك عليها. اول سبب ان هو كان هذا الرجل دائم الاستدانه ورجل له يعني تاريخ من الفساد المالي، وكان كان بيختلس امواله وكلام من هذا القبيل. واضح ان ايران استغلت شره هذا الرجل للمال وبدات تعرض عليه ان هو يتعاون معها وكلام من هذا القبيل. الى جانب طبعا بقى تجنيد عقداء والقبض على عقداء وضباط وسط في الجيش الاسرائيلي اللي هو بيسمى جيش الدفاع، جيش الدفاع ما بين كوتيشنز يعني، كتير جدا اكثر من ان تحصى، اكثر من ان تحصى كتير جدا، كتير التقارير منشوره على الانترنت يعني، اي حد يعمل سيرش هيلاقي. حتى هم نشروا مثلا اسم احد هؤلاء العقداء، لان هو تم تجنيده عن طريق عميل تابع لحزب الله واستدرجوه لبنان، اسمه بنزايجر حاجه كده يعني كويس. وده كان ليه علاقة برئيس اسحاق رابين وله شخصية مشهورة يعني. وهذا طبعا بقى حتى في التقارير الصحفية بيقال ان هو عصر، ده كان منصبه وكيل الموساد السابق، مش ضابط عادي يعني، كان وكيل الموساد بن زايجر، عصر عليه مشنوقا في حمام زنزانته في سجن ايالون الحصين في الرملة طبعا، ودي الضحية المحتلة الواقعة شمال شرق تل أبيب. فإيران تمكنت من ده طبعا. حرب السيبرانية أكثر من أن تحصى، ده مش موضوعنا، دي عايزة حلقة تتكلم لها الجواسيس، عايزة حلقة لوحدها. ما برضو حرب السيبرانية مش هقدر أعمل عمليات ناجحة ما لم أكون عندي شخص مهندس في القطاعات الإلكترونية وما إلى ذلك. لكن في ملاحظة يمكن أنا وحضرتك وإحنا بنحضر الحلقة يعني اتناقشنا فيها، ليه الإعلام والإعلان من جانب إيران كثيف جدا وأسماء كثيرة جدا ومن جانب إسرائيل قليلة جدا؟ كثيف من جانب إيران عن ضبطها لعملاء إسرائيليين وغربيين، وليس فيما إنه إسرائيل لا تعلن كثيرا عن اكتشاف عملاء من داخلها جندوا من جانب إيران. كده إحنا أمام أحد احتمالين، إما إن إحنا أمام حكومة إسرائيل هي حكومة نزيهة وشريفة وشفافة ولا يأتيها الباطل ما بين يديها ولا من خلفها، فبالتالي هي بتقول كل شيء وما عندهاش الا عميل واحد بس اللي هو الوزير جونين سيجيف، طبعا يعني حكومه نتنياهو حكومه جميله ومسالمه وزي الفل، او ان هم لا يفصحوا للراي العام عن ما يتم اكتشافه، او هم اصلا لا يكتشفوا ما تفعله ايران، وان ايران قد ايه مسيطره معلوماتيا ولها يعني نفوذ معلوماتي واستخباراتي في داخل اسرائيل. فده اللي يخليك وانت بتتعامل مع دولة زي دولة اسرائيل اللي هي طبعا محتلة الارض الفلسطينية، تعرف ان هم يعني دولة لا يمكن ابدا وثوق فيها ولا في رواياتها ولا في اعلامها بالكامل. طب نثق في رواية ايران، وايران بتقول ايران قالت ان انا اكتشفت جنت مثلا، مش هتقول طبعا، ممكن تقول هتقول ان انا عندي عملاء وتعالى دوروا ورايا، لا طبعا صح كويس. لكن قالت ايران بقى نقطة، ايران بتعمل بقى شيء في منتهى الذكاء السيد. عملت ايه؟ قالت مثلا، طلعت تقرير مطول في وسائل الاعلام في السنه دي يعني، حتى ده من 2024 من 4-5 شهور، ان هي حصلت على معلومات غير مسبوقه عن جواسيس للموساد في مش في ايران، في 28 دوله، وان ايران بتحاول عرفت هؤلاء الناس، وان هي عندها معلومات عنهم، وطبعا
في الداخل تقريبا شبه اسبوعيا زي ما قلت لحضرتك بتعلن عن تفكيك خليه تجسس تابعه للموساد في سيستان بلوشستان، في اقليم الكردي، في جنوب البلاد، في قلب طهران، وكلام من هذا القبيل. الجغرافيا نشرت القائمه. وطبعا بتنشر القائمه وتنشر الاسماء. الجغرافيا الايرانيه الوعره جدا تجعل الجبال والمنحدرات والهضاب تجعل من السهوله على شخص ما ان هو يختبئ في هذه الاماكن او ان هو حتى يختبئ في وسط المجتمع. لانه حصل يعني قتل العلماء، الضباط اللي هم في البرنامج النووي الايراني، قتلهم واستهدافهم بيحصل بايه؟ زي مثلا شخصيات كتير بقى، لا طبعا دول الجواسيس اللي تم تجنيدهم، في شخصيات اكثر من ان تحصى اغتيلوا في قلب طهران. اغتيلوا بايه؟ بكل بساطه دراجه بخاريه ثمنها $300، بيوضع عليها قنبله ثمنها 200-300 دولار وتوضع امام هذا الرجل وهو ماشي. بكل بساطه يعني يعني اسرائيل لا تتكلف شيء، $500 تعمل عمليه استخباراتيه، والشخص اللي يسيب هذه الدرجه يكون ملثم ويذهب الى مكان بعيد وانتهى الامر. هل قرات تقارير على ان ايران اخترقت تنظيم داعش وجندت منه عملاء، ولا هذا التقارير يعني دي تقارير طبعا متواتره وعلى لسان ارفع شخصيات في الدوله الايرانيه، منهم مثلا واحد اسمه محسن رضائي. محسن رضائي كان قائد الحرس الثوري ويعني شخصيه مهمه جدا، وعنده هو حاليا رئيس مجلس اداره وكاله تابناك الايرانيه اللي هو بيملكها يعني. فمحسن رضائي شخصيه ثقيله الوزن، وكان طبعاً امين عام المجلس الاعلى للامن القومي وتقلد مناصب رفيعه. الراجل ده قال ان احنا نجحنا في اختراق داعش وجندنا فيها جواسيس وعملاء. بس داعش هنا انا مش هتكلم عن داعش، انا عايز اتكلم عن اسرائيل. احنا عرضنا مع حضرتك في الحلقه اللي نص مليون انسان صديق شافها وهي مذكرات حسين امير عبد اللهيان. قال يا عبد اللهيان، قال ان احنا رصدنا ان اسرائيل هي من انشات هذه الجماعات داعش والنصره وكلام من هذا القبيل، وكان بتعالجهم في مستشفيات في اسرائيل. هو اللي قال ده، مش كلامي انا. اذا عندما يقول واحد زي محسن رضائي احنا جندنا عملاء في داخل داعش والقاعده وقدرنا والنصره وقدرنا ان احنا نخترقهم حتى الاعماق، فمعنى ذلك ان هم عايز يقول لك ايه؟ ان هو اخترق ليس القاعده ولكن من او داعش، ليس داعش ولكن من انشا داعش. فهو عايز يدي رسالة بشكل أو بآخر أنه هو أنشأ التنظيم الذي أنشأته إسرائيل وترعاه إسرائيل. ترامب اتهم الإدارة الأمريكية على فكرة بأن هي اتهم أوباما أيام أوباما وهيلاري كلينتون بأنهم هم من دعموا أو هم من أنشأوا ورعوا الداعش. هقول لحضرتك على معلومة، أنا قرأت تحليلات في منتهى العبقرية واللوزعية أن دي عملية منسقة ما بين إيران وإسرائيل. لو بتتكلم باسمها الهنية يعني؟ في ناس وكل عمليات، في ناس يعني انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. هل تحب في حاجه نضيفها قبل ما نختم الحلقه دي في حديثنا؟ لان القصه طويله ومتشعبه. لكن نقطه اخيره، وحضرتك بتفكرني بحاجات كتير وانت بتكلمني، ان مساله الاختراق الامني في ايران من اسرائيل طبعا ومن الجهات الاجهزه الاخرى، هذا اصبح شبه متواتر في الادبيات الايرانيه في الصحف. يعني مثلا في صحفي شهير وكان اللي عينه اصلا علي خامنئي، اسمه مسيح مهاجري، انا بقرا مقالاته يوميا في افتتاحيات صحيفه جمهوري اسلامي. هذه الصحيفه كانت تابعه لحزب الجمهوريه الاسلاميه او الجمهوري الاسلامي اللي كان مؤسسه علي خامنئي في الثمانينيات. المهم هذا الرجل بيحذر الدوله شبه يوميا، ومش هو بس، هو صحفيين كتير يعني على ولاء للدوله تماما، اي نعم ليهم مسحه اصلاحيه لكن على ولاء الدوله. حذروا الدوله كثيرا من ضروره ردم الفجوات والثغرات المتعلقه بالانكشاف الامني الايراني امام اسرائيل بشكل غير طبيعي، يعني مش منطقي كل اسبوع اعلن عن تفكيك خليه اسرائيليه. اذا كنت انا اعلن ذلك فما بالك بالذي لا يتم ضبطه؟ يعني لا يتم ضبطه، عاده ما يتم ضبطه اقل كثيرا مما هو موجود. وبالمناسبه التقرير الصحفيه الاسرائيليه استاذ سيد حتى ايام مظاهرات مهسا اميني كانت بتقول ان في، واعلن ده برضه في الاعلام الايراني، عشرات الاف الاسلحه دخلت ايران ايام هذه المظاهرات، ايام طبعا السيوله الامنيه في البلاد، ايام المظاهرات كانت مظاهرات عارمه. بالفعل يتعين على ايران فتح ملف تحقيق عاجل وحقيقي وحاسم في هذا الانكشاف الاستخباراتي الفادح امام اسرائيل. دايما بيقولوا في قاعده، لو عندك ظاهره
متفشية جدا، وليكن مثلا فساد بين التجار، سوء مثلا، غش كذا، إذا كانت الظاهرة محدودة فأنت بتواجهها بالإجراءات الأمنية، أو إذا كانت متفشية جدا فبتبقى الأسباب أعمق بكثير من أن تواجهها أمنيا، لأنها مش حالة ولا اتنين ولا تلاتة. وأنت فعلا قلت المسألة مش أن أنا هقبض على واحد اتنين تلاتة، الكلام ده في الظروف العادية، ده واضح أن الأسباب هيكلية وأنت أشرت إليها، وأنا بشكرك على هذا العرض الموجز. أنت بتتكلم على أقليات ساخطة، والأقليات الساخطة دي كانت موجودة تاريخيا لأنها ضمت بالقوة، ده أسباب تاريخية، لكن ما فاقم من سخطها هي أنها أهملت مدنها، لم تتطور، لم تحصل على وظائف، عندهم بطالة، فاقم من هذا الإهمال العقوبات الاقتصادية الجائرة البشعة المفروضة على إيران من سنة 79، فطالت السلطة اللي هم بيستهدفوها، وطالت الشعب اللي هو مش طرف في أي عملية، بالإضافة طبعا أنه بطبيعة الشعب الإيراني اللي فيه تركيبات أقليات وعرقيات كثيرة، يعني بعضها ليس على انسجام مع الدولة، وانت أشرت إلى الأقلية اليهودية، أنا طبعا بقول مجرد إشارة لأنه هذا ليس اتهام لأي يهودي في أي بلد، هو مواطن إلى أن يثبت أنه ديانة اليهودية ديانة محترمة، ديانة سماوية محترمة، طبعا نتكلم عن سلوك البعض الخاطئ أو ضعاف النفس أو المتخابرين مع إسرائيل، ملاش علاقة بالديانة على فكرة، بس بس يسهل على إسرائيل تجنيد يهودي وفق الاعتبارات. طبعا طبعا مفهوم، طبعا مفهوم طبعا. انا جزيل الشكر معالي الدكتور، ربنا يخليك. احنا ان شاء الله عندنا حلقه انا مسجلها مع دكتور محمد على محاوله كشف هذا اللغز العجيب الغريب او الاستفسار، ليه في هذه الظروف يكون، في الظروف اللي هي من 79 الى الان، يكون كل هؤلاء اليهود موجودين على الدوله اليهوديه. سوف اوزعها باذن الله. الامر الثاني ان التطورات الاخيره لها جوانب اخرى، منها الرد الايراني والمحتمل يعني على عمليه الاغتيال لاسماعيل هنيه ورد حزب الله. بمناسبه قبل ما اختم لو في دقيقه، احنا ممكن واحنا بنسجل تكون ايران قررت الرد وممكن ترجئ الرد. هل عندك تعليق موجز قبل ما نتناوله في حلقات أخرى؟ موجز جدا. إيران قررت الرد بالفعل منذ أول لحظة إعلانت عن اغتيال إسماعيل هنية، وبمناسبة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللي هو بقى بيرأسه الرئيس، في أول يوم ليه تولي السلطة اجتمع السادسة صباحا بتوقيت طهران في منزل النهاردة؟ الامبارح، امبارح 31 يوليو اللي هو الأربعاء 31 يوليو صباحا بتوقيت طهران 5:30 صباحا بتوقيت مصر، اجتمع في بيت القيادة في بيت علي خامنئي. معنى ذلك ان هو ده امر جلل سوف يتخذ فيه قرار كبير جدا هذا امر. فبالتالي انا اعتقد اعتقاد تحليلي مبني على شواهد ان تم اتخاذ القرار في ذلك الوقت بالاليات وبالزمان والمكان وكلام من هذا القبيل. النقطة التانية في 20 ثانية، انا بختلف كل الاختلاف تحليليا وفهما للدولة الايرانية. ان طبعا قرأت كلام على وسائل التواصل الاجتماعي ان ايران متآمرة مع إسرائيل لقتل هذا الرجل الإسماعيلي وتسليمه وتسليم أهالي، وهذه العبارات التي لا تنطلي على طفل في أولى ابتدائي، فبالك محلل وباحث وما إلى ذلك. فأنا بقول أنا هذا الرأي التحليلي أرفضه رفضا قاطعا. إيران، من يفهم إيران أو يعرفها الحد الأدنى من المعرفة لا يمكن أن يقول ذلك. هي على كل الأحوال وليها أسباب كتير هنتكلم عليها بعد كده، ممكن نتحدث عنها في حلقة بعد أخرى العملية. هو الدكتور محمد بيشير إلى أنه شاع على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا، أن عملية إسماعيل هنية ليس اختراق مخابراتي، ولكنه يعني بتواطؤ مع إيران، معرفش ليه، لأنها تحصل على امتيازات. دي قصة يعني من تجربتي، من لديه اقتناع بنظرية المؤامرة لا يمكن أن تقنعه بغيرها. الحوار موصول مع الدكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضراتكم، وإلى اللقاء.